أحسن الله إليك. يقول السائل: نحن مجموعة من المدرسين ونعمل في هجرة سعد شرق مدينة الرياض، والتي تبعد أكثر من 90 كيلو، ونتردد يوميا رغم توفر سكن لنا للارتباط في الرياض. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لنا الجمع والقصر بين الظهر والعصر، مع العلم بأننا نأتي قبل العصر بالرياض؟ نعم، يجوز الجمع والقصر في الطريق. أنتم قادمون إلى الرياض أو ذاهبون إلى العمل، يجوز الجمع والقصر في الطريق، وكذلك في مكان العمل تجمعون وتقصرون، أو تصلون مع الجماعة في المسجد وتجمعون العصر مع الظهر، لا بأس بذلك لأنكم مسافرون. ولكن الأفضل إذا أقبلت على الرياض ولم يبقى إلا قليل أنك تصلي الظهر وحدها، وتؤجل العصر وتصليها بعد ما تصل مع الجماعة في المسجد، هذا أفضل. ولو صليتها وجمعتها مع الظهر في الطريق إنك أخذت بالرخصة، هذا جائز. نعم.